يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهب مجموعة من الناس للإصلاح بين متخاصمين، فقال أحد الناس هذه العبارة: جئناكم بوجه الله وبوجه رسول الله وبوجوه القبائل، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. جئناكم بوجه الله يعني توجهون بالله ويتوجهون بالرسول عند هؤلاء المتنازعين، يستشفعون بالله عند هؤلاء، هذا لا يجوز. نعم.